عموما مشاهدينا الكرام، لمعرفة المزيد ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. أهلا وسهلا. تابعنا تحركات أسعار النفط، تابعنا التراجعات لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر، تابعنا أيضا استيعاب الأسواق أيضا فعلا هذه التراجعات. إلى أين تتجه الأسعار الآن في ظل أيضا تراجع الطلب رائد؟ يعني نحن رأينا النفط تحت ضغط واضح، مجموعة وسلسلة من البيانات خالد التي ظهرت تباعا زادت الضغط تدريجيا على أسعار النفط إلى أن وصلنا إلى المستويات التي نشهدها عند 76 دولار للبرميل ابتداء من يوم أمس. تحديدا كان في عندنا كتلة من البيانات اللي ضغطت بشكل كبير، أولا الميزان التجاري الصيني الذي أظهر تراجعا بكلتا كفتيه من الصادرات والواردات وانخفاض النتيجة النهائية والميزان، كذلك كانت البيانات الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع من كلا الكفتين بالصادرات والواردات ومحصلة تقريبا هذا الميزان ميزان التجاري. أضفنا لذلك مخزونات النفط الأمريكية التي ارتفعت بعكس المتوقع، كانت توقعات أن يتراجع المخزون ب 300 ألف برميل، رأينا ارتفاع ب 1.2 مليون برميل، وهذا بحد ذاته كان سببا كافيا للضغط بشكل كبير على أسعار النفط وهبطته. رأينا التراجعات حادة بأكثر من 3 دولارات من التراجعات يوم أمس. نضيف لذلك قوة الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي كان عندنا 4 جلسات متوالية من الانخفاض أمام معظم نظرائه منذ بيانات التوظيف الأقل من المتوقع التي صدرت يوم الجمعة، عاد مجددا الدولار الأمريكي كمؤشر للارتفاع أمام جميع نظرائه ابتداء من جلسة يوم أمس، وهذا بحد ذاته حرض مزيد من الضغط على النفط الذي يقيم بالدولار الأمريكي. قوة في الدولار الأمريكي، تراجع في النفط. طيب هذا بالنسبة للنفط رأي، لو تحدثنا أيضا بعد تحدي أعضاء الفيدرالي رهانات وقف رفع الفائدة، ماذا برأيك يحمل جيروم باو في جعبة اليوم؟ هل فعلا خيار رفع الفائدة مطروح على الطاولة حتى الآن؟ أعتقد بشكل كبير نعم، نحن عم نشهد ضغط إضافي من مستويات التضخم بالاتجاه الصاعد، عندنا الناتج المحلي الإجمالي يظهر قراءة مرتفعة نسبيا عن الفصل الثالث، توقعات حتى الآن أنه يكون في عندنا أداء ممتاز جدا للاقتصاد الأمريكي، والتضخم بعيد عن المستهدفات وربما قد يرتفع أكثر إلى مستويات فوق 4.4%، وهذا ما يقلق حقيقة الفيدرالي الأمريكي. كانوا قد في الأسبوع الماضي لم يقوموا بأي رفع لأسعار الفائدة، ولكن المعطيات حتى الآن تشير إلى أنه أسعار الفائدة ربما قد تكون أعلى من المستويات الحالية حتى يصل التضخم إلى المستهدفات عند 2%، وهذا يفتح حقيقة خارج المجال إلى أن يكون في عندنا رفع لأسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، وهذا ما ننتظر تصريحات جيروم باول. التصريحات الأخيرة أظهرت أن الفيدرالي قد يتجه إلى رفع لأسعار الفائدة في وقت قريب، ولكنه حذر بهذا التوجه حتى لا يكون هناك هبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي يعني يضر بالناتج المحلي الإجمالي، لكن حتى الآن أعتقد التضخم مرتفع للدرجة التي يحتاج الفيدرالي التدخل مرة أخرى. رأيي إذا ما تحدثنا أيضا عن المعدن الأصفر فيما يتعلق بتحركاته، يعني هل فعلا يفتقد لمحفزات الصعود خلال هذا الأسبوع برأيك؟ يعني أعتقد القفزة الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر بنتيجة توترات الجيوسياسية وبنتيجة يعني الميل الكبير للتحوط بالذهب وال يعني نهج المحافظ الاستثمارية إلى التوجه إلى الذهب والملاذات الآمنة في الفترة الأخيرة من العام بيظل وجود هذه التوترات الجيوسياسية والقلق من التغيرات في السياسة النقدية التي قد تحدث، هذا يعزز التوجه نحو الكوموديتيز وعلى رأسها على رأس السلع الذهب على وجه التحديد. رأينا ارتفاع قوية لأسعار الذهب من دون مستويات 1800 وصولا إلى مستويات وصلت إلى قرابة 2000 دولار. التصحيح الذي نراه على الذهب جدا صحي وجدا طبيعي، وربما قد تتشكل من المستويات الحالية موجة صاعدة جديدة بالاتجاه الصاعد بالاعتماد على إمكانية يعني ضعف الدولار الأمريكي. لو أقدر أستغلك في هذا الوجود الآن بشكل مختصر وسريع، الآن الصين تشتري الذهب وتبيع الدولار، يعني برأيك أنا
لماذا؟ هل تستعد لأمر معين مثلا؟ يعني أعتقد التنوع في سلات البنوك المركزية يعني هو السبب الرئيسي، والتقليل من السوفرين بونز أو من السندات السيادية بشكل أكبر بنتيجة مخاوف أنه نحن الموجة القادمة قد تكون مزيد من التراجع على هذه السندات كجاذبية، وبالتالي التوجه نحو ملاذات أخرى والتوجه إلى الذهب والتشكيل الأكبر في المحافظ الاستثمارية يلعب دورا مهما في أداء الصين وأداء البنوك الأخرى. رائد الخضر، رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتيا، صورة واضحة. شكرا جزيلا لك. شكرا رائد.